بسم الله والابن والروح القدس لله الواحد امين. هناخد بقى رسالة معزية شوية، لانه ايه، نعرف ان الكلام وجع شوية، لكن وسط ارمية ما مع الاحباطات والشدة بتاعت يا ناس توبوا يا ناس ارجعوا في دينونة، في بعض الكلمات المشجعة جدا في سفر ارمية، لان اي توبة لا تكتمل الا بفكرة الرجاء. لو الواحد حس ان خطيته تقيلة قوي وفقد رجاءه، قال مفيش فايدة، باظت كل الدنيا. انما مع التوبة دايما في امل، في رجاء، ربنا بيحبك مهما عملت مهما ضيعت. ففي حاجة هنا مشجعة، في خبر حلو ان ربنا عاوزك. فهناخد محاضرة بعنوان اعمل لأجل اسمك. صلوة كده قالها أرمية، نفسنا نتعلمها، احنا بنقولها في صلواتنا بس يمكن مش بنركز في المعنى الحلو بتاعها. بيقول له يا رب اشتغل عشان خاطر اسمك، اعمل لأجل اسمك. تعالوا نشوف النص في أرمية 14 من 7 ل 9. قبلها كان بيتكلم عن برضو الدنيا خربت ومفيش فايدة واليهود ما بيتوبوش، نفس النغمة يعني هتلاحظوا ان اغلب أرمية نفس الجو، انه الناس وحشة ما بتسمعش ما بتتوبش. فلما أرمية يتعب قوي من الكلام مع الناس والمناهدة، بيجري على ربنا يقول له مش مفهومش، مش فيش فايدة، بيسمعوش. فراح بقى ربنا المرة دي قال له صلوة جميلة قوي، قال له ايه؟ وان تكن آثامنا تشهد علينا يا رب فاعمل لأجل اسمك. نفسرها حتة حتة بالراحة كده، يعني بص يا رب انا مش عارف نغير في الناس، والناس فعلا خطاياهم ممسوكة عليهم، لكن ان كانت خطايانا شاهدة علينا نحن وحشين ونستاهل العقاب، بس في نقطة واحدة مضيئة في الموضوع، احنا منسوبين ليك، احنا ناسك، احنا تبعك، احنا مسيحيين، فاسمنا مرتبط باسمك. فما كانش عشان حاجة عدلة فينا، طب عشان خاطر اسمك انت. فمين بقى هنا الفكرة؟ الفكرة اللي هنبني عليها المحاضرة، ساعات الواحد فعلا يقص، او عادة الواحد بيقف قدام ربنا مالوش عذر ومالوش دالة، يعني عاوز اقول له في ايه عدل عشان اقول لك طب عشان خاطري، عشان خاطري دي انا مش راضية تطلع مني، ما انا وحش ما عملتش حاجة كويسة، بس لو قلت له عشان خاطر اسمك اللي اتحط عليه بقيت ابنك، تهمة صحيح بس اهو انا تبعك، فاعمل لاجل اسمك. هي دي بقى الفكرة اللي هنشتغل عليها. لان معاصينا كثرت، يعني مفيش حاجة تاني اعرف اقولها لك، احنا كترنا قوي الحساب فمش هنعرف نسدد خلاص، مفيش فايدة. يعني مهما لو ادانا ربنا 1000 سنة عمر عشان نعمل خير مش هيعوض اللي عملناه، فالموضوع خرج من ايدينا خلاص. معاصينا كثرت، اليك اخطأنا يا رجاء اسرائيل. هنا تيجي كلمة رجاء، يعني انت الرجاء يا رب مش احنا الرجاء. الرجاء مش ان انا ابقى كويس، الرجاء انك انت كويس. مش الرجاء ان انا يعني هيحصل في حاجة ضخمة قوي، الرجاء انك انت عشان طيب تشيل الشيلة كلها وتسامح على كل اللي فات وتغير وتضبط. انت رجاءنا يا رجاء اسرائيل مخلصه في زمان الضيق. لماذا تكون كغريب في الارض؟ يعني لغاية امتى يا رب هتبقى في بلادنا دي، هناخدها حتى حتى زي الغريب وسطينا كده، دي بلادك يا رب، ده بيتك، دول ناسك. ولماذا تكون كمسافر يميل ليبيت؟ عارفين واحد داخل ترانزيت كده ولا بيقول بس ادوني ليلة عندكم. لماذا تكون كإنسان قد تحير؟ رجع تاني أرمية حاسس بربنا، يا عيني الغريب وسط شعبه، الإنسان التايه يعني اللي مش لاقي حد يفتح له باب. لماذا تكون كإنسان قد تحير، يعني مش عارف يعمل ايه، كجبار لا يستطيع ان يخلص. اظن خدنا المعنى ده، ربنا مش عارف يعمل ايه معانا عشان يصلح. وانت في وسطنا يا رب وقد دعينا باسمك. تاني فكرة احنا مدعوين على اسمك، لا تتركنا. انا عاوز اركز في المرة دي على الصلاة المقبولة. ازاي ممكن تصلي وانت اسوأ ما يمكن، بكلمات قليلة بس تاخد من ربنا كل اللي انت عاوزه؟ اظن مفيش احلى من كده.
تبقى وحش قوي وملخبط الدنيا، مفيش ولا حاجة عدلة، وتقول شوية كلام كده كأنك ايه جبت المفيد كله، فتلاقي ربنا يستجيب ويستجيب جدا. في صلوات في الكتاب المقدس كتيرة مستجابة وقوية جدا، ومدرسة في الصلاة لو حللنا الصلوات دي، اللي هو مش صعب ابدا ان احنا نتعلم نقول زيها، وبتفرق مع ربنا جدا. هنديكوا سامبل تاني، السامبل الاولاني ده بتاع ارميا وهنرجع له، انما الكيب اللي فيه اعمل لاجل اسمك. خلاص يا رب احنا على اسمك، فانت بقى اشتغل عشان الحتة دي، احنا تابعك، فشوف اللي انت عاوز اعمله. في دانيال 9 كان نفس الجو النفسي تقريبا. يعني ايه؟ يعني دانيال مزبي، دانيال بعد ارميا بحوالي 40 سنة، دانيال عاصر ارميا، خلي بالك، بس ارميا كبير ودانيال طلع وقت السبي كشاب، كان ساعتها ارميا كبر وقعد يقول بقاله 30 سنة السبي جاي. فلما دخلوا البابليين يكسروا ويحرقوا خدوا الشباب منهم دانيال، فأول فوق طلع مزبيين كان دانيال، ودانيال كان من عيلة راقية، فتوسموا في الكالتشر والعز كده، فخدوه في مدرسة الوزراء على طول هناك، فطلع رئيس وزراء بعد كده. فدانيال كان في بابل وأرميا لسه في أورشليم، بس فرق بينهم سن 40 سنة مثلا، يعني فرق شباب يعني. دانيال لما كبر كان أرميا مات، دانيال 9 دي كان كبر دانيال، وبعدين الناس بقالها بتاع 50-60 سنة في السبي، وهو عاصر ده كله. دانيال عاش أكتر من دانيال من أرميا، وهو كبير في السن بقى مهموم قوي بشعبه، بقى عاوز ربنا يرحم الشعب ويرجعه بأي طريقة. ففي ليلة كده صلى صلوة الروح القدس سجلها لنا، لأن بعدها على طول جاله رئيس الملائكة يقول له خلاص يا دانيال هنرجع الناس. يعني بعد الصلوة دي ربنا قال له خلاص هيبتدي الناس ترجع. ياه، هتغير مسار التاريخ كله، سبي يرجع ده شغلانة، قرار خطير جدا. قال له ما أنا كنت وعدت أرميا ب70 سنة سبي، أنت جيت على آخرها وصليت، خلاص كده هنقفل ال70 ويبتدوا يرجعوا. إيه اللي قاله دانيال عشان ينزل له رئيس الملائكة ميخائيل ويقول له ربنا بيحبك قوي وسمع صلاتك وهتفرج عشان خاطرك وهنقول لك خبر أحلى كمان ما قلنالوش لحد، المسيح بنفسه جاي. كل ده قاله رئيس الملائكة لدانيال بعد الصلوة دي. طب احنا عايزين نتعلم الصلاة بالطريقة دي. طبعا هي صلوة أطول من كده، أنا واخد منها 6 أعداد بس، لكن هي أطول من كده، بس هي كلها على بعض 15 عدد يعني. الآن أيها السيد إلهنا الذي أخرجت شعبك من أرض مصر بيد قوية وجعلت لنفسك اسما كما هو هذا اليوم. أول ملحوظة في صلوات القديسين دول إن هم لما يكلموا ربنا يعدوا إحسانات الله الأول، يذكروا فضل الله الأول. تقولوا عليها ذوق ماشي، تقولوا عليها حب ماشي، تقولوا عليها شكر ماشي، بس حتة مهمة في صلواتنا إن الواحد يبتدي صلاته قبل ما يطلب يقول له رب أنا عارف كويس إن أنا عايش لغاية النهاردة من نعمتك، وإن كل يوم عدى عليا كان هدية منك، وإنك أنت سترت عليا، وإن أنت اديتني، وإن قبل ما تطلب. وده منهج الكنيسة القبطية لو تلاحظ، لازم نشكر الأول، بس الحتة دي أغلب الناس بتعديها كر كده عشان ندخل في المفيد يعني طلباتنا يعني. طبعا ده غلط، هي مفيد، هي ده المفيد، إنك أنت تقول له يا رب أنا مش ناسي إنك عملت وعملت. الحتة دي مهمة لأن دي بتفرق مع ربنا، مش لأن ربنا محتاج شكر، بس ده معناه إن في تقدير، في حب، في علاقة سليمة بينك وبين ربنا. لأنك لما بتنسى اللي بيعمله ربنا تبقى طماع، تبقى أناني، تبقاش بتحبه. فقال له قبلها كان بيقول له أنت عملت وعملت، فهنا قال له أخرجت شعبك من أرض مصر بيد قوية وجعلت لنفسك اسما كما هو هذا اليوم. قد أخطأنا عملنا شرا، يا سيد حسب كل رحمتك اصرف سخطك وغضبك عن مدينتك أورشليم جبل قدسك. لأن أورشليم محروقة، دانيال بيتكلم من بابل، خلي بالكم دانيال بيصلي في بابل مش في أورشليم، بس عنده الأخبار حضر يعني. إذ لخطايانا ولآثام أبائنا صارت أورشليم وشعبك عارا عند جميع الذين حولنا.
هنا في نقطتين مهمين. النقطة الأولانية اعترف بخطيتك بصدق، بتفرق مع ربنا يعني. إن الواحد يقول له رب أنا أخطأت، أنا وحش، أنا عارف كويس قوي إني مقصر، أنا بجد ما استاهلش اللي أنا فيه، قد أخطأنا، عملنا شرا إحنا وأبائنا، واللي إحنا فيه إحنا السبب فيه، إن كان أي عقاب منك يا رب أنا ما أقدرش أقول أبدا إنك ظلمت، لا لا لا، إحنا نستاهل أكتر من كده. ولأثام أبائنا صارت أورشليم عارا، يعني هنا مش بيقول له ليه يا رب سبت أورشليم تتحرق، قال له لا أنا فاهم كويس يا رب، بسبب عمايلنا وعمايل اللي قبلنا أورشليم خربت. لما الواحد بيعترف انه مخطئ بتهز السماء، تفرق مع ربنا قوي، والاعتراف ده بيفرق من قلب صادق حاسس بخجل وواحد بيقولها كلام. تلاحظوا ده برضو منهج الكنيسة، بعد صلاة الشكر تحط ايه، ارحمني يا الله كعظيم رحمة، بس لو تطلع من القلب الحتتين دول قول اللي انت عاوزه بعد كده، كده انت فتحت السماء خلاص، يعني دول مفتاحين. عارف الباب ابو افلين ده، واحد شكر والتاني ارحمني يا الله، تدخل بقى يلا براحتك، المهم تكون فتحت سحب. اصرف سخطك وغضبك عن مدينتك أورشليم جبل قدسك، إذ لخطايانا ولأثام أبائنا صارت أورشليم وشعبك عارا عند جميع الذين حولنا. هنا طلب حتة ثالثة بقى في الصلوة دي، انك تفكر ربنا بصفاته، هو ربنا فاكر، انما انت بتشتغل بشقاوة. يعني ايه سوري، يعني شقاوة دي مش كلمة، اقصد ايه، عارفين الولد الشقي لما يروح لابوه ويبقى عارف يغلبه يطلع بقى الفلوس اللي هو عاوزها، فيقول له يا بابا هو في اكرم منك، خلاص وقع الراجل كده اتضحك عليه. انا ما بقولش ربنا بيضحك عليه، بس ربنا بيحب ان الواحد يعني يبقى مستوعب صفاته. فانت لما بتقول له يا رب انا وحش قوي بس انا عندي حاجه مصدقها، انت رحمتك دائمه الى الابد الى الابد، دي انا خطاياي ما جابتش الى الابد، انا خطايا كتير قوي بس لسه محدوده يمكن كم مليار ولا حاجه، بس برضه مش الى الابد، انت رحمتك الى الابد، فانا بشتغلها على حاجه انا عارف، فانا حسب كل رحمتك. لما الواحد يخاطب الله بصفاته، تلاحظوا دي برضه منهج الكنيسه، يعني في القداس تقول يا الله العظيم الابدي. ليه بتوصف ربنا؟ لانه انت بتوصفه إعجاب ربنا وحب بربنا، وده كأن ربنا بيفرح بالكلام ده، لأن معناه أنت عندك ثقة في الكلام ده. طب خلاص عاوز إيه بقى؟ فاسمع الآن يا إلهنا صلاة عبدك، دخلنا في الطلب، وتضرعاته، وأضيء بوجهك على مقدسك الخرب. مقدسك الخرب دي أورشليم، نور بقى يا رب، كفاية ضلمة بقالها 60 سنة، كفاياها ضلمة بقى، أورشليم خربانة بقالها سنين. أمل أذنك يا إلهي، اسمع، افتح عينيك، انظر خرابنا. هنا تلاحظوا بقى إيه، إزاي نشتغل. فرابع نقطة في الصلوة الحلوة، الزن، الزن اللي فيه اتضاع، يا رب اسمع، يا رب افتح عينك، يا رب بص علينا، يا رب تطلع، يا رب تحنن، يا رب. الطريقة دي بتعبر عن تواضع بيأسر قلب الله. ربنا طيب، ربنا يتغلب، يعني في التسبيحة يقول لك غلب من تحننه، يعني هو بيتغلب من قلبه، ما هو فيش حد يقدر يغلبه، إنما أنت لو عرفت تدخله صح تغلبه، تاخد اللي أنت عاوزه، فيتغلب من حنانه لما يلاقيك ساجد، لما يلاقيك مكسوف، لما يلاقيك بتقول من قلبك يا رب اسمع، يا رب اصغي، يا رب فتح ودنك، نور. فهنا تلاحظوا هنا الافعال اتكترت، اسمع، تضرعاتنا، اضيء، امل، اسمع، افتح، انظر، خرابنا، الخراب طبعا عاوز يقول له خراب الحكايه، والمدينه التي دعي اسمك عليها. دخلنا في النقطه السادسه، دي النقطه اللي ابتدينا بيها، اعمل لاجل اسمك. كانوا يقولوا له كده موسى على فكره اللي ابتدى القصه دي، وقبله منه ابراهيم، ابونا ابراهيم برضه. موسى لما لقى ان العمله سودة ويعني مش ملوش عين حتى يطلب غفران لشعب، عمل عجل دامي بعد كل المن اللي نازل والصخرة المية والبحر اللي تشقه، يعني حاجة فعلا ما تتعملش يعني.
فقال له بص يا رب اقول لك حاجه، يقولوا عليك ايه الناس؟ طلعت شعبك ومعرفتش توصله، طب هم عيال مش مؤدبين، انما انت كبير ما يصحش يفتكروا بقيه الشعوب انك اله ضعيف. وابتدى بقى ايه يشتغلوا في الشغلانه دي، انت يا رب ما يصحش يقولوا عليك كده. فكأن الواحد من كتر حسده يعني بيقول له يا رب بص انا مشروع اساسي لجهنم، انما ما يصحش الشياطين يقولوا ايه. طيب بقى يقول ابانا الذي بتبقى انت ابوه بعد كده يروح جهنم، ما تجيش كرامه ليك، ما تجيش، ما ينفعش. فمن اجل اسمك، فاهمين، اعمل لاجل اسمك، دي داله الابن اللي عارف يعني ايه يدل على ابوه. دي الداله بقى، دي الداله، دي الثقه، ان يا رب عشان خاطر اسمك مش معقول حد من ولادك يهلك، ما ينفعش. اسمك ادعى عليه، انت فرحت بيه يوم ما اتعمدت، طب ليه يهلك بقى؟ والمدينة التي دعي اسمك عليه لأنه لا لأجل برنا نطرح تضرعاتنا. احنا عارفين كويس ما عندناش حاجة عدلة نقدر ندخل بيه، لا أقول لك بصلي كتير ولا بصوم كتير ولا عملت خير ولا دفعت عشور، لا لا لا، أنا عارف الكلام ده كله ملوش قيمة عندك. لا لأجل برنا نطرح تضرعنا أو تضرعاتنا أمام وجهك، بل لأجل مراحمك العظيمة. يا سيد اسمع، يا سيد اغفر، يا سيد اصغي واصنع، لا تؤخر. ده كمان طلباته ايه؟ ما تتأخرش كمان من اجل نفسك. تاني على حكاية اسمك ونفسك نفس المعنى، يعني ايه؟ انا مش بقول لك استجيب بسرعة عشان ما يصحش الكلام طلع عليك، لا، رجعنا بقى عشان المنظر يبقى حلو. لا تؤخر من اجل نفسك يا الهي، لان اسمك دعي على مدينتك وعلى شعبك. والراجل قال الكلمتين دول لقى رئيس الملائكة قدامه، قال له ربنا بعتني أقول لك خلاص كله تمام، اللي أنت عاوزه. إيه اللي أنت عاوزه؟ اللي البساطة دي؟ أه ممكن. تاني بنفكر في كلمة اعمل لأجل اسمك. حصل في مرة حكاية في سفر الأخبار، في زمن واحد ملك برضه ابن حلال كده اسمه يهوشافاط، وكان قليل الحيلة يعني، لكن راجل طيب وبتاع ربنا وبيعرف يصلي. سمع ان جمهور من البلاد اللي حواليه اجتمعوا تقريبا جايين بجيش 10 أضعاف. طبعا قلبه واقع، 10 أضعاف فعلا، مفيش اي نسبة تكافؤ، خسرانة الحرب. فصلى وقال له يا رب بص احنا نستاهل اللي يجرالنا، برضو كان قبلها فترة ضياع في الشعب، فقال له يا رب ان كنت هتفنينا احنا نستاهل الفناء. إنما قال بقى كلمتين برضه، يا إلهنا أما تقضي عليهم؟ لأنه ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا، ونحن لا نعلم ماذا نعمل ولكن نحوك أعيننا. يعني إيه؟ يعني بص يا رب أنا مش هعرف أعمل حاجة في الحرب دي، بس أنا حاطط عينيا عليك أنت. على فكرة هو صلى الصلوة دي برضه عشان تعرف، قال له واحد من الأنبياء قال له ربنا بيقول لك علم علم مش هتنزل الحرب، نزل فريق اللاويين المرتلين يدخلوا الحرب. يعني ايه؟ قال له يطلعوا بالابواق والحاجات دي، فيبقى فريق ماسك كله سلاح 10 أضعاف ونازل قصاده فريق بيغنوا حاجة، منظر مضحك يعني. قال له اسمع الكلام، اعمل كده وسيبني انا هشتغل. يهوشافاط بقى من جماله قال للناس يا جماعة كسبنا الحرب، الناس ضحكت عليه، بعضهم ضحك عليه، قال لهم صدقوني كسبنا، ربنا قال كده، ربنا قال كده. يعني قال يلا هاتوا اللاويين، هندخل الحرب باللاويين من غير سلاح، السلاح ورا. نزلوا الحرب، يقول لك هم نازلين على الجبل عمالين يقولوا الهوس الثاني لان الى الابد رحمته، الاعداء ابتدوا يضربوا بعض ويموتوا بعض، وهم نزلوا عقبال ما وصلوا ابتدوا يقشوا، يعني ايه ياخدوا بس الغنايم. وكانت حرب عجيبه جدا، بس اصل ربنا ليلتها وعد وقال له ايه حاضر خلاص، عشان كلمتين قال له ايه انا مش عارف اعمل حاجة بس هفضل باصص عليك، نحن لا نعلم ماذا نفعل ولكن نحوك اعيننا. صلوات قصيرة بس بتدخل السماء زي السهم. اعمل لاجل اسمك، انا مش عارف اعمل حاجة بس هفضل باصص عليك، مستنيك انت تتدخل. حاضر، وتدخل وحاجة جميلة أوي. واحد رابع
من برضو ياهم اللي بيعرفوا يصلوا دول ويغيروا الدنيا كلها. واحد اسمه عزرة، صلاته طويلة شوية، عزرة 9 برضو، افتكروا دانيال 9 وعزرة 9، دول حلوين أوي. عزرة ده بقى موضوع واحد، مشكلته حاجة تانية. عزرة رجع بالمزبيين، عزرة ده بعد الفترة دي بحوالي 100 سنة، ده رجع بالمزبيين فوق تاني عشان يعمروا أورشليم بعد ما بلاد فارس خدت مكان بلاد بابل. فأصدر واحد اسمه كورش الفارسي قرار بعودة اليهود بلادهم، فابتدوا يرجعوا على أفواج. عزرة خد فوق بتاع 20-30 ألف يهودي ورجعوا، وابتدوا يعمروا ويبنوا حتة حتة والناس على قدها. وبعدين لقى مصيبة. عزرة ده كان راجل تقي جدا، وكان كاتب زي الكتبة وقت المسيح كده، بس كان راجل كويس غير الكتبة بتوع المسيح بتوع وقته. عزرة لقى مصيبة ان كل اليهود اللي قاعدين في اورشليم خلال ال70 سنة بتوع السبي عملوا ايه؟ اتجوزوا من الوثنيين وخلفوا من الوثنيين بما فيهم ولاد الكهنة. فالحكاية باظت خالص، ده كسر صريح للشريعة ان اليهود يتجوز وثنية ويجيب منها عيال. هو عزرة ما كانش، هو راجل بقى فاكر الدنيا ماشية كويس، فاضل على بنى الهيكل وعمار اورشليم. لقى مصيبة اكبر ان اليهود اختلطوا بالشعوب، وهو عارف ان دي خطية لا تغتفر يعني. فالراجل قاعد عيني يحط الرماد فوق راسه طول الليل طول الصبح كده، وقعد على الارض وقعد يبكي بحرقة، مرضاش ياكل، وده راجل كبير يعني. فالناس كلها خافت واتخضت من منظره. وبعدين ركع قدام كل الناس وصلى، وهو مش واخد باله ان في الافات بيتفرجوا عليه من اليهود. كل واحد بقى يقول للتاني الحق عذرة منهار في الهيكل. لما سمع بالمشكله راحوا سمعوا الصلاة دي، هم سمعوا الصلاة، هم اللي استجابوا بقى مش ربنا كمان. قال له ايه؟ خلوا بالكم نفس الكرايتيريا اللي قلناها في دانيال هي هنا برضو، نفس الصفات الصلوات السهمة اللي بتدخل دي. قال له اللهم اني اخجل واخزى من ان ارفع يا الهي وجهي نحوك، لان ذنوبنا قد كسرت فوق رؤوسنا واثامنا تعاظمت الى السماء. منذ أيام أبائنا نحن في اسم عظيم إلى هذا اليوم، ولأجل ذنوبنا قد دفعنا نحن وملوكنا وكهنتنا ليد ملوك الأراضي للسيف والسبي والنهب وخزي الوجوه كهذا اليوم. يبقى هو بيعترف أن غلطاته وغلطات كل الشعب هم السبب في الخراب اللي هم فيه. والآن كلحيظة كانت رأفة من لدن الرب إلهنا ليبقي لنا نجاة. يعني لما سمحت لنا نرجع قلنا خلاص ربنا رحمنا وفكت وخلاص، إنما طلع في مصيبة أكبر من حكاية نرجع. ويعطينا وتدا في مكان قدس لينير إلهنا أعيننا ويعطينا حياة قليلة في عبوديتنا، لأننا عبيد نحن وفي عبوديتنا لم يتركنا إلهنا، بل بسط علينا رحمة أمام ملوك فارس ليعطينا حياة. فاكرين الفكرة بتاعت بننسب لربنا اللي عمله؟ قال له يا رب حتى في غربتنا خليت ملوك فارس يحترمونا، خافوا علينا، اسمحوا لنا بالرجوع، حاجات مش متوقعة. لنرفع بيت إلهنا ونقيم خرائبه ويعطينا حائطا في يهوذا في أورشليم. والآن ماذا نقول يا إلهنا بعد هذا؟ يعني أنت عملت كل حاجة 10/10، كنت أمين في كل اللي عملته، وإحنا طلعنا وحشين أوي، لأننا قد تركنا وصاياك. بيقول مش عارف أقول لك إيه، التي أوصيت بها عن يد عبيدك الأنبياء قائلا إن الأرض التي تدخلون لتمتلكونها هي أرض متنجسة. كان ربنا منبه على الناس من وقت موسى ويشوع، هتدخلوا أرض بتعبد أوثان، إياكم من الأوثان. برجاساتهم التي ملأوها من جهة إلى جهة بنجاستهم، والآن لا تعطوا بناتكم لبنيهم ولا تأخذوا بناتكم بناتهم لبنيكم ولا تطلبوا سلامتهم وخيرهم إلى الأبد، كي تتشددوا وتأكلوا خير الأرض وتورثوا بنيكم إياها إلى الأبد. وبعد كل ما جاء علينا لأجل ما أعمالنا الرديئة وأثامنا العظيمة، قد جازيتنا يا إلهنا أقل من أثامنا، إحنا نستاهل اللي جرالنا وأكتر، وأعطيتنا نجاك هذه، أفنعود ونتعدى وصاياك؟ ده واحد بيكلم نفسه بيقول له رب تعمل معنا ده كله ونرجع نكسر وصيتك وولادنا يتجوزوا وثنيات ونصاهر شعوب هذه الرجاسات؟ أما تسخط علينا؟ يعني معاك حق تغضب طبعا، حتى تفنينا فلا تكون بقية ولا نجاة. أيها الرب إله إسرائيل أنت بار لأننا بقينا ناجين كهذا اليوم، يعني كنا عايشين يبقى كتر خيرك. وها نحن أمامك في آثامنا، لأنه ليس لنا أن نقف أمامك، إحنا ما نستاهلش نقف حتى قصادك.
هو كان منهار حتى مش عارف يطلب، هيطلب ايه؟ هيقول سامحنا، طب ما الناس عايشه بالغلط، مش عارف يطلب حاجه. يحصل استجابه غريبه جدا، يقف نبي شاب يقول يا جماعه انتوا هتسكتوا كده؟ شايفين الراجل بيقول ايه؟ يا عذرة هنمشي وراك وهنصلح اللي عملناه مهما كلفنا، واللي ما يصلحش غلطته يعدم لانه ما يستاهلش يبقى من شعب الله. عذرة ما قدرش يطلب كده، بس الراجل ده وقف شاب متحمس وتقي وصرخ في الناس وقال لهم كلنا هنصلح اللي عملناه مهما كلفنا، هنمشي الستات بعيالها الوثنيات، لكن لازم نرجع البلاد تعبد ربنا تاني. حصل نهضة روحية في أقل من 9 شهور، بتتكلم احنا بنتكلم في عشرات الآلاف من الحالات، بقوا عاملين نظام حالات زي مجلس الكليريكي كده، يوضب كل حالة بحال، بس الراجل يمشي بستاته وعيال. تصوروا راجل هيمشي مراته وعياله، طلب صعب جدا. فعذرة كان شايفها مستحيلة، لا اتحلت ورجع الشعب كله تنقى تاني ورجع شعب الله. كل ده عشان الصلوة دي، يعني حاجة شبه مستحيلة، حالات ملهاش حل. لا، مفيش حاجة اسمها ملهاش حل عند ربنا، طالما بتعرف تصلي صح، تعرف تتكسر قدام ربنا، تعرف تثق ان ربنا بيسمع، تعرف تقول اعمل لأجل اسمك. مثل الأخير موسى النبي، ده احنا قلناها نقرأ بسرعة. تضرع موسى أمام الرب إله وقال لماذا رب يحمى غضبك على شعبك الذي أخرجته من أرض مصر بقوة عظيم ويد شديدة؟ لماذا يتكلم المصريون قائلين أخرجهم بخبث ليقتلهم في الجبال؟ شوفوا بقى الحيلة دي، هيقولوا عليك يا رب طلعتهم وغدرت بيهم، موت شعبك في الجبل ويفنيهم عن وجه الأرض، ارجع عن حمو غضبك. لا ده كلام بقى ما نقدرش احنا نقوله ده. تصور ده واحد بقى بيكلم واحد صاحبه، ده بيكلم واحد صاحبه يقول له لا تغضبش، مسحش، ارجع عن حمو غضبك واندم على الشر بشعبك، اذكر ابراهيم واسحاق واسرائيل. دي الحته اللي احنا دايما ايه نحطها في اخر الصلاه كده، عارفين ان في اسماء كده غاليه قوي عند ربنا، اول ما نبقى عاملين عامله، طب عشان خاطر العذراء، طب عشان ماري جيركس، طب عشان ابونا ابراهيم، ما انت عارف الغاليين دول اللي تدخل بيهم تصدرهم كده قصادك يعني. ما دي الحركه دي من زمان، موسى النبي قال له طب عشان خاطر ابراهيم واسحاق ويعقوب. الذين حلفت لهم بنفسك وقلت لهم اكثر نسلكم كنجوم السماء واعطي نسلكم كل هذه الارض، طبعا فكت بعدها برضه. آية جميلة تقول ايه؟ ليس لنا رب لكن لاسمك اعطي مجدا، يعني احنا ملناش نطلب وملناش حق في حاجة، انما لاجل اسمك. عشان كده احنا اغلى حاجة خدناها في حياتنا على الارض ان اسم ربنا بقى علينا. عارفين امتى حط الاسم؟ يوم المعمودية. يوم المعمودية عارفين بيطلع شهادة ميلاد جديدة، انت بقيت منسوب لله. كان قبل كده شهادة ميلادك ابن فلان، لا دلوقتي انت ابن ربنا، اسم ربنا اتحط عليك. فكون اسم ربنا اتحط عليك بقى هو المسؤول خلاص، فكل ما تصدر له المسؤولية لا يمكن تهلك. خلاص انت صدرت له المسؤولية، اعمل لأجل اسمك، انا تبعك. يعني يبقى واحد عامل عاملة سودة وبعدين يجري على ابوه صلح، تعال صلح اللي انا عملته، انا تبعك. فبقية الإصحاح، بقية الكلمتين اللي خدناهم دي يقول لماذا تكون كإنسان قد تحير كجبار لا يستطيع أن يخلص وأنت في وسطنا يا رب وقد دعينا باسمك لا تتركنا. من صلوات الإقبال الحلوة نقول إيه؟ اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب. بنقولها كتير قوي تاخدوا بالكم، لأن الجزء اللي بنقوله قدوس قدوس، اغفر لنا من أجل اسمك. افتكروها بقى لما نقولها، نقولها بالراحة شوية عشان ايه نبقى واعيين ليها كده. اغفر لنا من اجل اسمك القدوس الذي دعي علينا. اسم ربنا ده بقى كان في الجيل الاولاني بالذات ايمان شديد قوي بالحتة دي، لغاية دلوقتي عند الناس البسطاء في بلادنا ممكن ميبقاش عارف حاجة خالص، بس يعرف يقول يا رب يسوع المسيح، حافظ اسم ربنا طبعا يسوع المسيح، فيبقى عندهم ثقة غريبة في الاسم. يعني بطرس الرسول لما دخل الهيكل
فاكرين القصة المشهورة، الشحات مستني فلوس، قال له أنا ما عنديش فلوس، أنا شحات زيك، ليس لي ذهب ولا فضة، ولكن الذي لي إياه أعطيك، أنا عندي حاجة مش عند حد، باسم يسوع المسيح. قال له باسم يسوع الناصري، قام اتقلبت الدنيا كلها. فوقف بطرس يوعظ، قال لهم يا جماعة بالاسم الغالي اللي عندنا خلينا الراجل ده يقوم، لأنه ليس اسم آخر تحت السماء به ينبغي أن نخلص. هنا قد ايه الواحد واثق في ان اسم ربنا في قوه، قد ايه انت واثق في دي لما بتقول تاخدوا بالكم ان ابانا الذي، لما علمها لنا المسيح في انجيل متى قال متى صليتم فقولوا ابانا الذي في السماء، وختمها بايه واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا. بس وقفت عندنا الكنيسه القبطيه عملت فيها ايه بقى، لزقت لها كده ايه كماله، بقينا نقول ايه بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك. الكماله دي مش لاننا بنزود على كلام ربنا، لانه في ايه تانية قال ايه، قال كل حاجه هتطلبوها باسمي هتاخدوها. فقلنا حلو قوي، حطينا دي على دي، فاهمين ازاي؟ قلنا اللي هو قاله، ما هو اللي قاله ده في كل حاجه، في الشفاء، تقدس اسمك، ياتي ملكوتك، يعني ندخل السماء، اغفر لنا ذنوبنا، كله تمام كده. وبعدين بالمسيح يسوع ربنا، بس كده تمام. عشان كده الواحد مجرد يقول أبانا الذي، لو قالها بوعي يبقى فرحان، فيها كل اللي انت عاوزه، فيها دخولك السماء، وفيها غفران الخطايا، وفيها خبزنا كفافنا، كله تمام يعني، فيها كل اللي تتمناه. نرجع تاني لكلمة لأن معاصينا كثرت إليك أخطأ. إمتى الواحد يعرف يتمسك بالاسم ويلزق فيه؟ لما يكون حاسس بحجم المشكلة. إنما ساعات ما بنبقاش حاسين بحجم المشكلة، مش دريان ان المشكله زادت قوي والخطايا زادت قوي. فيقول مثلا في ارميه 14 كلمه الرب صارت الى ارميه من جهه القحط، ناحت يهوذا وابوابها دبلت حزنت الى الارض وصعد عويل اورشليم. لما بتوصل الى نوح والى انهيار كامل كده، بيبقى ده الوقت اللي نقول له طب اعمل عشان خاطر اسمك، اعمل معجزه بقى مش عشان خاطري انا. وفي نفس الإصحاح يقول إيه، أشرفهم أرسلوا أصاغرهم للماء، أتوا إلى الأجباب لم يجدوا ماء. بيوصف قد إيه القحط اللي وصلت له أورشليم وقت السبي. خلي بالكوا كل ده هو شايفه قبل السبي. ويقول حتى إن الإيلة أيضا في الحقل ولدت وتركت. تخيلوا الغزال يخلف وبعدين يسيبه يموت لأنه مفيش أكل ولا شرب من كتر القحط. يعني عاوز يورينا قد إيه الحالة الوحشة بتاعت أورشليم. يا رجاء إسرائيل مخلصه في زمان الضيق. كلمة رجاء دي كلمة مفيدة أوي وجميلة أوي، وعمود من أعمدة الحياة المسيحية ساعات نهمله. الآن يثبت الإيمان والرجاء والمحب، هذه الثلاثة. فيش دخول للسماء من غير الثلاثة دول. لازم يكون عندك إيمان، ولازم يكون عندك رجاء، ولازم يكون عندك محب. صحيح أعظمهن المحبة، لكن لازم الثلاثة يكونوا موجودين. الرجاء يعني تفضل عشمان تدخل السماء، تفضل عشمان مهما عملت ان ربنا يسامحك. مش دعوة انك تغلط، لا، بس ما تفقدش العشم ابدا. عشان كده اليأس خطية وحشة جدا، لان اليأس ضد الرجاء. اليأس يعني اتلغى العمود ده خلاص، عمود الرجاء. فمهما حصل ما تيأس. يقول مثلا في أرميه 14، عرفنا يا رب شرنا اسم أبائنا لأننا أخطأنا إليك، لا ترفض لأجل اسمك. ده بيعيدها تاني في نفس الإصحاح، لا تهين كرسي مجدك. شوفوا بقى الشقاوة. أذكر لا تنقض عهدك معنا. هل يوجد في أباطيل الأمم من يمطر، أو هل تعطي السماوات وابلا؟ أما أنت هو الرب إلهنا فنرجوك. مش أنت ربنا اللي عندك كل حاجة؟ مش انت ربنا اللي صاحب كل حاجة؟ خلاص انت اللي تشفي، انت اللي تغير، انت اللي تصلحني. زي هيجي بعد كده في صعب بس مش هندرسه المرة دي. يقول طلب غريب جدا ما جاش في الكتاب كله، وآية كلنا بنحبها جت في أرميه. قال له ايه؟ قال له توبني. عارفين واحد يقول له يا رب انا مش عارف اتوب، طول النهار يوعظونا يقول له توبوا توبوا توبوا، ولا مش قاطع فينا، مش عارفين نتوب. ما هو توب يعني تغير، توب يعني بطل تغلط، توب يعني امسك في ربنا، مش عارف اعملها. فقام قال له ايه؟ توبني انت يا رب فاتوب، لانك انت الهي. مش انت اللي عملتني؟ شوف لك حل. بالبساطه دي، توبني يا رب فاتوب لانك انت الهي. انا مش عارف خلاص. انت المسؤول حتى عندي. طب ده التوبه ده دورك يا اخي.
يعني التوبة انت اللي تختشي وتبطل تغلط وبتاع، لا مش عارف، توبني. فكلمة توبني دي مريحة جدا، حتى التوبة بتنطلب من ربنا، يعني حتى المشاعر تطلب من ربنا، حط في قلبي توب، اديني إرادة عشان أتوب، خليني أكره الغلط، مش عارف أكرهه. كل ده ممكن تطلبه من ربنا، لأن ربنا فعلا كل ما تطلب يدي. وبعدين وصفه بقى بكام وصف كده، قال له لماذا تكون كغريب في الأرض؟ أرميا بيصعب عليه ربنا على فكرة، زي ما ربنا بيبص لأرميا وبيصعب عليه، ساعات ربنا يصعب على أرميا. فقال له رب أنا، أنت صعبان عليا، أنت في بيتك غريب، أنت في الأرض اللي عملتها محدش عارفك. تصور ربنا يبقى غريب في أرضه، زي ما ربنا يسوع جه مثلا تجسد، ما كانش في بيت بيفتح له وقت ما العذراء ولدت، محدش فتح، محدش متصور ان ربنا يجي، ومحدش محترم وجوده. وقال في حته تاني ليس لي اين يسأل، ليس له اين يسند راس احد معني. على فكره البيوت مقفوله في وش الناس، مش مرحبه بربنا يسوع يبات عنده. فقال له يا رب بقى تبقى خالق الدنيا كلها وعامل الناس دي كلها ومحدش راضي يستضيفك في بيته، لماذا تكون كغريب في الارض؟ الآية الثانية يقول لماذا تكون كمسافر يميل ليبيت؟ برضو ربنا ساعات يبقى زي اللي مسافر، طب مين يستضيفه؟ طبعا الموقف ده فاكرينه لابونا إبراهيم. أبونا إبراهيم عشان عنده حساسية روحية بيلقط، كان قاعد على باب الخيمة فلقط ثلاثة ماشيين، أصر يستضيف. ما نعرفش اللي حركه روح ربنا اللي جواه، ولا البساطة، ولا كان بيعمل كده مع كل الناس اللي معدية، إنما دي كان أجمل من أجمل لقاءات ربنا مع أبونا إبراهيم. لو ما كانش ضيف وما كانش دخل، وما كانش خد إسحاق على فكرة، في اليوم ده خد إسحاق، لأنه في اليوم ده قال له السنة الجاية يبقى فيها إسحاق. ربنا كمسافر، ها أنا واقف على الباب وأقرأ، إن سمع أحد وفتح الباب، في فرص راحت مننا، لأن ربنا جالنا كتير ما فتحناش، ما ضيفناش، ما اهتمناش بالمسافر اللي ماشي ده. هذا المسافر كان المسيح، دي رسالة، ده شخص، ده عمل خير راح منك، دي فرصة خلوة ضاعت منك، في فرص كتير قوي راحت. انما ابونا ابراهيم لما مسك في الفرصة خد إسحاق، خد اغلى حاجة في حياته بعد كده. فهنا لماذا تكون كمسافر يميل ليبيت؟ يميل هنا لازم انت اللي تقول له اتفضل، لازم تمسك فيه. برضو حصلت مع تلميذ عمواس، ان ربنا يسوع اتمشى معاهم طول السكة من اورشليم لعمواس، وبعدين ربنا يسوع اصله ضيف رقيق ما يحبش ابدا يبقى تقيل، فلما قربوا من عمواس تظاهر كأنه مسافر لمكان ابعد عشان ما يتقلش عليهم، انما هم تعلقوا بيه فقالوا له لا هتكمل سفر بالليل، اقعد معانا الليله دي وبكره سافر. هم مش عارفين ان هو المسيح، فمسكوا فيه. لما مسكوا فيه بقى كان احلى لحظه في عمره، مسك الخبز والخمر وابتدى يقدس، عرفوه طبعا واختفى ساعتها، جري ورجع جري بعد كده على اورشليم يقولوا المسيح قام، لان ده كان يوم القيام يوم الحد، ما كانوش لغايه دلوقتي صدقوا ان المسيح قام، يوميها عارف لما مسكوا فيه. قبل كده ما كانوش هيدروا، كانوا يقعدوا في عمواس مكتئبين زي ما هم لغايه دلوقتي، انما هم لان مسكوا فيه وتعلقوا بيه وما خلوا له ميل وبيت معانا. الحركه دي بتفرق مع ربنا، امسك في ربنا، زي في النشيد يقول امسكت ولم ارخيه. لما تلاقي نفسك تصلي سيب الدنيا وروح صلي، لما تلاقي فرصه تقرا حاجه سيب اي حاجه واقرا، ما تضيعش فرص، لان الفرص بتروح ما بترجعش، والشغل الخير بيروح ما بيرجعش، ما تضيعش، لان العمر ما فيهوش كتير. بعد كده يقول ايه، لماذا تكون يا رب كانسان قد تحير؟ ده ارميا عمال يتصعب على ربنا، انتوا فاهمين الحته دي، بعد ما قال له اعمل لاجل اسمك ولقى ربنا طيب قوي وسامعه كده، قال له يا رب انا مش عارف، انت عامل زي الغريب في الدنيا، مسافر محدش بيقول لك اتفضل. لماذا تكون كانسان قد تحير؟ انت يا رب
تبقى زي الإنسان اللي واقف حيران مش عارف يعمل إيه. إحنا محيرين ربنا فعلا، بالذات في سفر أرميا واضحة أوي، إحنا مغلبينه، مش عارفين، مش عارف يعمل إيه، مش عارف يعمل معاك إيه، من كتر ما عاوز يعمل كل حاجة حلوة وإحنا مش مدين له فرصة. حتى يقول في نفس الإصحاح: قلت آه يا سيد الرب، هو ده الأنبياء يقولون لهم لا ترون سيفا ولا يكون لكم جوع بل سلاما ثابتا أعطيهم في هذا الموضع. فقال الرب لي: بالكذب يتنبأ الأنبياء باسمي. يعني ربنا قاعد بيقول إيه؟ بيقول بيكذبوا على الناس وبيقولوا كله تمام. دي قضية تانية في أرميا بس هقولها في دقيقة. يعني وقت أرميا طلعوا أنبياء كذبة كتير قوي، بقوا يقولوا أرميا كذاب، يا جماعة كله تمام، بابل مش هتيجي خالص، كله خير، سيبكم من الكلام ده، خلينا نكمل كده، احنا كده مظبوطين خالص. فيفضلوا يقولوا سلام سلام ولا سلام. يعني ايه؟ بيطمنوا الناس عشان ما يتوبوش. فاهمين الخداع بيجي ازاي؟ وده بيحصل كل يوم. فهنا أرميا بيقول له: انا مش عارف انت ساكت ازاي، انت عامل زي انسان تحير. يقول له: ما انا هعمل ايه؟ بيغشوا بعض وبيقولوا لبعض: احنا كله تمام، كله كويس، قلت لهم لا وقلت الصح ايه، ما بيسمعوش. اخر نقطة: ها ان يد الرب لم تقصر عن ان تخلص ولم تثقل عن اذن عن ان تسمع. يعني ايه؟ تفتكروا ربنا مش عارف يخلص شعبه؟ لا، ربنا يقدر، بس ربنا حيران. فاهمين لما واحد يقول لك انت حيرتني، انا عاوز اساعدك وانت مش مديني فرصة؟ يد الرب لم تقصر عن ان تخلص. اوعى تفتكر انك لو سبت نفسك في ايد ربنا مش هيعرف، لا هيعرف 100% يخلصك، بس انت عنيد، انت مش عاوز تسيب نفسك، انت ليك ارائك، انت بتسيبه ترخي كل دقيقة، انت بتغير موقفك كل شوية، انت بتمشي ورا كلام غلط. في أشعياء 43 يقول كلمة جميلة، عتاب جميل، يقول: لم تشتري لي بفضة قصبا وبشحم ذبائحك لم ترويني، لكن استخدمتني بخطاياك وأتعبتني بآثامك. شوف الكلمة دي، أنت بتستخدمني بخطاياك. كلمة غريبة أوي، إزاي الواحد يستخدم ربنا بخطاياه؟ يعني بيستغل ربنا، بيستغل طيبة ربنا، ممكن يستغل اسم ربنا غلط ويتعبه، يتعبه بالخطية وربنا يفضل ساكت لأنه أولاده. تصور ابن بيبتز أبوه، بس ابنه، فيبقى تعبان بس مش قادر يعمل حاجة، حيران مش عارف، يا رب يشد يعني، طب ما الولد هيسيب البيت، يرخي، طب ما الولد كده بايظ. فاهمين الفكرة؟ الحيرة دي هي دي حيرة ربنا معنا أغلب البشر. يختم الإصحاح ده يقول: هل رفضت يهوذا رفضا يا رب، أو كرهت نفسك، كرهت نفسك صهيون؟ لماذا ضربتنا ولا شفاء لنا؟ انتظرنا السلام فلم يكن خير، وزمان الشفاء فإذا رعب. قد عرفنا يا رب شرنا اسم أبائنا لأننا قد أخطأنا إليك. لا ترفض لأجل اسمك، ثالث مرة يقول له كده، بلاش يا رب ترفض عشان خاطر اسمك. لا تهين كرسي مجدك، أذكر لا تنقض عهدك معنا. هنا ده دور الشفاعة يا جماعة، والشفاعة مش واقفة على واحد مات على فكرة، أرميا كان عايش، بس هنا بيشفع في شعبه. موسى كان بيشفع في شعبه، أبونا إبراهيم كان بيشفع في سدوم وعمورة. فهنا أرميا بيقول له: لا تنقض عهدك معنا. هو أرميا مش خايف على نفسه، هو ناسي نفسه، هو شغال كله عشان خايف على شعبه. رارة دي معلش من المحاضرة دي، بس فكرة تانية راجعها. تعالوا نتعلم ازاي نصلي صلوات مهدفة تجيب لنا اللي احنا عاوزينه، ناخد فيها الشفاء. ركز في الصلاة، قول لربنا صفاته الحلو، راجع مع ربنا اعماله الحلو، حط اسم ربنا في كل صلاة، خلي عندك ثقة ان اسم ربنا هو اللي هيعمل كل حاجة. اعترف بعجزك وخطيتك بأمانة، ما تقعدش تجمل الصورة، طلع نفسك، مش تطلع نفسك، اكتشف قد ايه انت وحش، لان ده بيقرب الصلاة قوي. بعدين زن بقى: يا سيد اسمع، يا سيد اصغي، يا سيد افتح عينيك، يا سيد. وبعدين اشفع في الناس، اطلب للناس، ما تطلبش لنفسك لوحدك. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد، أمين.